رسول الله وآله الأبرار. قصيدة ثانية: يا بالي قوي أسراري ثم أولي الألباب، طرقت الباب على الأحباب فأين الجواب. تختتم هذه الوصلة: صلي يا ربنا على نبينا المصطفى وآله الشرفاء.
حسن وأنت عليم فمن علي فما سواك كريم.
شكرا. أعلم أن البرنامج طويل ولم نسمع للمنفرجة أصلا، وكنت أتمنى أن أسمعها منكم. فقط هذا عرض افتتاحي، باقي الفرق يكون عندهم الوقت الكافي في سهرات هذا المهرجان. أدعو راح نقدم لكم بطبيعة الحال. شكرا 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 محور المادحين، شكرا ليبيا، شكرا سبها، شكرا حي الجديد. يحضر معي أكيد عن الفرقة الشركسية من القوقاز الشمالي لروسيا الاتحادية هذا رئيس الوفد أبو محمد أصلان المدغش الشركسي اللي راح يكون معنا في انتظار تحضير المعدات الصوتية. تفضل أبو محمد. أبو محمد تفضل معي مشكورا. تحية لأبو محمد. نشغلوه نشغلوه بإذن الله. تست تجربة صوتية واحد ميكروفون واحد. لا برمج برمج ميكروفون برمج. ماما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن طبيعة الحال أرحب بك وأنت نائب مفتي الجمهورية. طبيعة الحال روسيا الاتحادية القوقاز الشمالي نائب مفتي الجمهورية التي تسمى قبردينا بلغاريا، وهي إحدى الجمهوريات الشركسية تقع في زي ما قلنا في القوقاز الشمالي عند جبل إلبرس. ما شاء الله. الزي المميز هنا أنا أعلم أن هذا يوضع فيه البارود أيام الحرب ونحن في أيام السلم، والسيف يكون أطول عادة في لباسكم. يعني اللباس الشركسي كان معد للقتال في الأصل، ولذلك كان مثلا يركبون الحصان ويكون مواتيا للجول في القوقاز، وأيضا يلبس فوقه لباس الجلجي حتى في الشتاء ما يبرد. نعم، وفي وقت السلم بقي بس للزينة. زين. نعم. نضع فيها أغراضا. نعم مسالمين يعني. مسالمين والحمد لله. هذا التسامح، هذا هم دافعوا عن الأرض وثم في زمن السلم. فقط أنا من هذا المقام وأنت مفتي نائب لمفتي الجمهورية أردت كيف وصل السماع إلى تلك المناطق؟ الحمد لله نحن أسلمنا حسب التاريخ لو أخذنا في من أسلم قبل 1000 سنة، ولكن الشعب الشركسي بصفة عامة يعني تدين أكثر تدينا في وقت الحروب التي كانت طاحنة بين روسيا والقوقاز الشمالي. أكيد سامعين الحروب بين الشراكسة والشعوب القوقازية وروسيا وإمام الشامير رحمه الله. رحمة الله يا رب. ففي ذلك الوقت يعني تمسكوا بالدين، وهذه الأبيات التي نقرأها والأناشيد معروفة بعضها من البوصيرية وبوردة ومثل يعني هذه الأبيات الحمد لله أجدادنا حفظوها لنا وحفظنا دين بسبب وجود هذه الأبيات. قد كنا نقرأها في الزمن الشيوعية خفية في البيوت في مولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، أيضا تبركا لما يولد مثلا حد من الأولاد أو هكذا. شكرا. فقط السماع الصوفي أكيد بالنص العربي ما أخذتموه عن سادتي عن البصيري وغيره، ولكن يوجد النص الشركسي. طبعا نحن عندنا في أبيات الشركسية وترجمت في بعض الأبيات هي مأخوذة من الأحاديث القدسية، ترجمت حتى الشعب الشركسي يسمع بلغتهم، يعني الشيء الذي يقويهم على الإيمان ويحفظ لهم دينهم. هل يمكن نص بالشركسية هكذا الشعر؟ نحن إن شاء الله سنقرأه الآن. لا لا أعلمه هذا كيف مديح له شعر بالشركسي. على سبيل الافتراض يا وادمي بن طنغر بجش تتخنزريا بطلحنش، وادمي بن طنغر كنبغش تتخنزريا بيفنش، وادمي بن طنغر غوكش تتخنزريا بيبنش، ومعناه شكرا أيها الرائع، شكرا أيها المتميز. سنكون مع الفرقة أكيد، بارك الله فيكم، سنكون معكم من خلال فرقة ستتحفنا. وأشكر لكم هذا القدوم، والأغواط والجزائر عامة ترحب بكم أهلا بيننا. نرحب بشعب الجزائر، الله يجزيكم كل خير، شعب الكرمي ضيفتمونا واستقبلونا بحسن استقبال، ونحن كنتم متعارف بكثير من الشباب من الجزائر فجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا عنا، سنلتقي مع الفرقة. إذن كان هذا واحد من ضيوفنا أكيد.
شكر شكر للفرقة التقنية لأن العمل مضني حقيقة من خلال تعدد الآلات وأيضا من خلال الفرق. جمهورنا ما زال الإبداع قادم، الإبداع نحن نكتشفوا أشياء لا يمكن أن تروها. بطبيعة الحال نحن في باب ذكر، في باب سماع، في باب جمال، ونحن في عشر الأواخر، من ربما هذه المتعة لن تجدوها في أي مكان آخر، وأيضا بالمجان. هكذا نقول لكم لأن هذه المهرجانات الدخول إليها مجانا، طبعاً حال هي تعليمات وزارة الثقافة والفنون من خلال معالي سيدة الوزيرة، وأيضا من خلال كل المهرجانات الوطنية المقامة خلال شهر رمضان. الأغواط يقام بها مهرجان السماعي الصوفي في طبعة التاسعة. جمهورنا ايضا راح اذكركم بان الغد ان شاء الله راح تكون دائما حفلات ليليه، لما نقول لاننا في برنامج ساهر من 11 حتى حدود الساعه 1:30، لان نكون في الايام العاديه، اليوم ضيوفنا، اليوم الافتتاح، اليوم البرنامج من الساعه 10. عندهم 10 دقائق محافظ، عندهم 10 دقائق في الفرقه اكيد. راح نكون مع الفرقة يمروا 10 دقائق، أنا أنتظر السيد المحافظ، أحرجت الفرقة. راح نكونوا فيما بعد أيضا مع حضور متميز للفرقة القادمة من تركيا، راح نشوف الرقص بالتنورة، شيء جميل جدا، في متعة للعين وأيضا متعة للأذن سماعا. ثم نختم بالقناتسة وختامها مسك أيضا لتواصل. فقط أدعو 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 المهتمين الغد ابتداء من الساعة 10 بمركز البحث في الحضارة والعلوم الإسلامية، برنامج راقي جدا، برنامج أكاديمي ولكن يقدم السماع في أبهى صوره. سيد محافظ التوصية، نعم انتظروا دخول الفرقة، لا ستدخل الفرقة بعد اللحظات. سي مبدل وشنو يقول لا إذا المحافظ هذه معليش أنا زميلي. إيه سيفون إيه سيد محافظ، إذا السيد محافظ ثم أنا لا مشكل. إذن تفضلوا فرقتنا القادمة من القوقاز الشمالي، الفرقة الشركسية هنا معنا تحية لما قطعوه من مسافات. اللهم صل على محمد، صل على رسول الله محمد، اللهم صل على اللهم
لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان قد ساد في المهدي ولا رب إلا الله والله
الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته أهدى السبل لدلالته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته كل العرب في خدمته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته والرب دعاه لحضرته نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فالعز لنا لإجابته حسبي ربي جل الله يا الله ما في قلبي غير الله يا الله على النبي صلى الله يا الله لا إله إلا الله يا الله على النبي صلى الله يا الله لا زخمش يا الله وش أنا غرزة بنشش يا الله وش أنا غرجة وكنشش يا الله أبغى فاكم سجي فوش يا كمت وش مارغز غش يا الله ومك شوني شوازة وزش شجقة دمحة وزق ونغام يا الله شجقة دمحة وزشاغم يا الله شجقة دمحة وزشاغم ويناغم ورنمش نوش بغاب دمش دشق غر وزشاغم يا الله ونيب وفجع لحين حوزاقم وصلاتر وسلامر محمد عليه السلام يجوا يشعو السلام يبن كوي آدم ويقول شعو جدك وشعو يا الله يا أصحاب كوي زب الجري وساكن جنة شابر وفقاب يا الله دنو شابر قرب سجا يا الله ومغلج دنو شابر يا الله محمد عليه السلام من سنات يا أمتي وراهم يا الله شغلنا مدين شغل جاكا وابغاهم مش حبش خدن وجدان ورأن ثابو حبيب سادك زرت راجم غاز وزياكم جنة بيت بيرون بارم حديث بشت وفناكا راجم شاب وزياكم جنة بيت لا إله إلا الله يا الله 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 لا إله إلا الله يا الله.
شكرا. أعدكم أن السهرات متواصلة وسيكون لكم نصيبكم الكافي. فقط أردت، هي لطيفة أيضا أشار لي بها زميلنا الدكتور، لما وقع الشيخ شامل في الأسر كان هو شيخ المقاومين عندكم، وأيضا الأمير عبد القادر الجزائري كان بالشام، تدخل لدى قيصر روسيا وفك أسره وحج مع بعض وبقي زميلين وصديقين إلى أن توفاهما الله. هذا علاقة ربما تاريخية ما بين جمالية أن نمر هنالك إلى القوقاز الشمالي، والأمير عبد القادر يبقى أيضا رمزا للتسامح والإنسانية. قونيا من تركيا، سنستمتع لأن الرمز هنا بطبيعة الحال وهم الدراويش، ومن خلال رمزية هنا مطرزة بشعار المهرجان تحمل ألوان العلم الوطني. لماذا راقصة تنانير؟ لأنها رمزية عالمية لكل ما يتعلق بالسماع، وتعرفون جيدا جمالية الإبداع وجمالية اللون من خلال ما سيكون. سأكون مع ممثل الوفد التركي، ممثل الوفد التركي سيكون حاضرا معي، والغد إن شاء الله أعد الجمهور أننا سنكون مع الجانب السماعي ونكون في أعمال متواصلة. فقط هو مرور سريع للفرق حتى يمكن أن نكتشف من خلال حفل الافتتاح التنوع والثراء. قونيا ستكونون معنا. إذا كان ممثل الوفد التركي تفضل معي، ممثل الوفد التركي في انتظار قدوم الفرقة. شكرا، تفضل معي سيدي الفاضل. مرحبا بك في الجزائر وفي الأغواط كعادتكم. بطبيعة الحال كالعادة نحن زملاء، مترجم من العربية إلى التركية ومن التركية إلى العربية. بطبيعة الحال مرحبا بكم، جئتم بفرقة قونيا رمزية للسماع، وأيضا تجدون معنا رمزية من هنالك من تركيا لتبقى الأصالة عبر رمزية السماع في العالم. مرحبا بكم مجددا، ومرحبا بكم في الجزائر. ماذا ستقدمون عبر هذا الجمال؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Ben Konya Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı adına buradayım. Sayın Bakanımızın selamlarını, hürmetlerini iletiyorum. Ana Seyyid Abdüssettar Yarar, Müdür Takat ve Siyaha bi Medine-i Konya ve nahnu mumethilin an hadihi el medine ve nankulu lekum selam şahab Türkiye. Biz bu sene Konya'da Mistik Müzik Festivali adını verdiğimiz Sufi Müzik Festivalimizin 20.sini gerçekleştireceğiz. نحن في مدينة قونيا في هذه السنة وفقنا الله لكمال الطبعة العشرين للموسيقى الصوفية في مدينة قونيا. Bu festivalimize bugüne kadar kardeş ülke Cezayir'den misafir sanatçılarımız da yer aldılar. في هذا المؤتمر تجتمع الكثير من الدول وإخوان الجزائريين كذلك سجلوا حضورهم في هذه المهرجانات. Türkiye'de Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali olarak yaptığımız festivalimize bu zamana kadar yaklaşık 60 ülkeden 250 sanatçı, 1000'in üzerinde de topluluk katılmıştır. 60 ülke
هذا المؤتمر الطبعات 20 اكثر من 60 دولة شاركت فيه. كيف جايات السنوات؟ 250 موسيقي وفنان. Topluluk ve birlikte sayı bini aşmıştır. Akdar min elf müşerik ve bin eşhas ve müessese. Biz Bistek Müzik Festivali'ni Hazreti Mevlana'nın şu sözünden hareket ile gerçekleştirdik. أكيد شكرا جزيلا وبما أن هذا ما أردناه أن يكون التواصل إن شاء الله الفرقة التركية اليوم في الأغواط في الجزائر وفرقنا إن شاء الله ستكون في تركيا في طبعة قادمة الطبعة القادمة سيكون حضور الفرقة الجزائرية وتكريم من الوفد التركي طبعا خاصة به السيد ممثل وزيرة الثقافة والفنون وأيضا السيد والي ولاية الأغواط هكذا هو هم أصحاب الإهداء Mistek Müzik Festivalimizin daha önceki yıllardaki çalışmalarından bir hediye paketimizi devlet ricaline takdim etmek istiyoruz. كل ما يتعلق بالدورات السابقة للموسيقى الصوفية التي كانت في مدينة حونيا نريد أن نهديها من تركيا إلى دولة الجزائر. بعد إذنكم يتقدم السيد ولي الأغواط والسيد ممثل وزيرة الثقافة والفنون وهذا كنز كنز كل عملهم مجموع في طبيعة الحال توثيق وهذا بطبيعة الحال وعلى ثقة ويتقدم السيد محافظ مهرجان السماع الصوفي تفضل معي سادتي تفضل معنا السيد محافظ المهرجان إن شاء الله يكون تبادل ما بين كل هذه الدول الحاضرة معنا هذا كنز موثق وهذا التوثيق هو الأساس لذلك إن شاء الله سادة أعضاء المحافظة سنعمل على التوثيق وسيبقى طبيعة الحال للتاريخ شاهدا أن الطبعة التاسعة موثقة عندنا صورة جميلة هذا الهدف من هذه المهرجانات الهدف من هذا الجمال ونجدد ترحابي بكل الدول المشاركة وبكل الولايات المشاركة مرحبا بالجميع تحية لهذه اللمسة والله شيء فاخر وشيء جميل جدا إن شاء الله الوعد تكون نفس الأسلوب في الطبعة التاسعة محافظ أكيد راح يقدم كلمة ختامية Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Şükürüküm cezid şükür. Şu anda Hazreti Mevlana'nın düşüncesinden hareketle oluşturulan Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun sema programını izleyeceğiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. ونترككم مع سلام حضرة مولانا الممثل لثقافة تركيا وأسلم عليكم وأتمنى لكم ليلة هادئة. شكرا أترككم مع الإبداع يتكلم. تفضلوا الفرقة التركية تتفضل. تتفضل معنا وشكرا على هذا الجسور